التايب يحصل على الكرة، يحاول يعدي فيها، يمر طارق، يتقدم، يمر، ما زال يمر، يمر الكرة ممتازة إلى فلافيو في الجهة اليسار، عرضية من طارق ممتازة، فلافيو لناصر الشمراني، والهدف الأول، أخيرا يحضر الهدف الأول في المباراة. وطارق التايب من يفرج عن الهموم وعن المهاجمين في الشدائد، إذن طارق التايب من يفرج عن المهاجمين الهموم ومن يفرج عن المهاجمين في الشدائد. كرة من طارق التايب إلى فلافيو، مرت لناصر الشمراني، إلى هدف أول في المباراة من الهداف فوق العادة ناصر الشمراني اللي سجل الهدف الأول بالمباراة. وردة الفعل واضحة أمامك، الأمير فيصل بن تركي ردة فعل على الهدف الأول للشباب. شوف طارق التايب فكاك النشب، طارق التايب يمر الكرة ممتازة إلى أمادو فلافيو، وفلافيو على طول إلى ناصر الشمراني، ثم الهدف الأول في المباراة. أن فلافيو غير موجود، وكرة عرضية ملعوبة، وخالد راضي، جول ناصر الشمراني، ناصر الشمراني، سعادة الشبابيون عن طريق ناصر الشمراني دائما وأبدا، هداف فوق العادة، هداف فوق الوصف ناصر الشمراني، يستغل فرصة، فرصة من خالد راضي يسجل فيها الشمراني الهدف الثاني للشباب، والليث الأبيض يسجل نجاحه في المباراة بالهدف الثاني. سعادة كبيرة جدا الآن، قوية جدا الآن من رئيس الفريق النصراوي. شوف هذه الكرة، آدم صعد للحصول على الكرة، لكن بعد ناصر الشمراني يستغل الكرة إلى هدف ثاني، هدف ثاني في مصلحة الشباب. إذا الشباب 2-0 يحلق في نتيجة المباراة، يحلق في نتيجة المباراة، وجمهور النصر يبدأ في مغادرة ملعب الملك فهد. يعني لو كان مخرجنا العزيز يرصد اللقطة الآن للجمهور النصراوي وردد فعله حول نتيجة المباراة. هدف للشمراني في أكثر من زاوية. هنا